في إطار التنسيق بين الجهات المختلفة، بين مجلس قضاء ورقلة وإدارة الجمارك، تم برمجة هذا اليوم الدراسي من طرف لجنة التكوين التي يشرف عليها السيدين الرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة، وتم عنونة هذا الموضوع أو هذا اليوم الدراسي بالمصالحة الجمركية وأثرها على الدعوة العمومية. بالتالي فإن المصالحة الجمركية هي اتفاق بين الشخص المخالف وبين إدارة الجمارك على أن يسدد هذه المبالغ التي تملص منها بشروط معينة، وألا تكون هذه المصالحة في جميع الجمارك. الجمارك الجزائرية تولي أهمية بالغة للمصالحة الجمركية لما لها من أهمية في تخفيف الإجراءات القضائية وكذا سرعة التحصيل بالنسبة للغرامات والمصادرات. أن هذا اللقاء يجسد مدى التكامل والدعم مع جهاز العدالة على المستوى الاختصاص الإقليمي.